شكرا جزيلا. انا برضو الحقيقه يعني هستند بتوزيع حضرتك حتى للمقاعد في بدايه الجلسه، وحطتني في المكان البحثي باعتباري مدير مركز دراسات وابحاث. المركز ده من ربما قبل اطلاق الحوار كان لينا شغل على السياسات العامه في الدوله على مدار 4 سنوات من عمر المركز. يعني بانتباه شديد تلقينا مش بس دعوة الرئيس للحوار، لا احنا ذكرنا ال 13 بند او ال 14 بند اللي قالهم السيد الرئيس في حزمة واحدة. اعتقد ان اختزال الحوار طبعا هو الاكثر قلقا واضاءة ولفتا للانتباه، لكن الحقيقة ال 14 مخرج او ال 14 تكليف احنا شفناهم ان هم 14 تكليف لمكونات الدولة المختلفة كانوا بيرسموا مشهد جديد كان لافت جدا للانتباه. ومهم جدا ان احنا نقول ان ال 14 محور دول كان بيشار ليهم بان هم بيحاولوا الاقتراب بينا الى رسم خريطة للجمهورية الجديدة بشكل اساسي وبشكل اكثر اقترابا واكثر وضوحا. فمن منطلق وجودي كمركز دراسات فأنا غير منحاز، أنا بذاكر بركز في المعطيات اللي موجودة. قرينا كل الأحداث اللي منذ إطلاق هذا الحوار حتى اللحظة اللي احنا بنجلس فيها مع حضرتك النهاردة. هستأذن طبعا الزملاء الأعزاء ربما أبدأ بداية يعني مش لطيفة إلى حد ما، لكن أخشى ما أخشى، وده نتيجة لبعض مما رأيناه خلال الفترة الماضية، أخشى ما أخشى أن تختطف الأحزاب السياسية هذا الحوار. ده من المؤشرات اللي احنا ربما نكون واقفين قدامها، إن الأحزاب السياسية وكأنها تخرج إلى المشهد. وهنا أنا أختلف مع الدكتور عبد المنعم سعيد، مع أنه هو رئيس الهيئة الاستشارية للمركز اللي أنا بأديره، لكن احنا عندنا مساحة اختلاف، وانا من الناس اللي بترحب ان هو يكون اسمه الحوار الوطني وليس الحوار السياسي. بعتبر ان المستويين ان الحوار الوطني اكثر شمولية من الحوار السياسي. الحوار السياسي فيه حوار حول سياسات، مجموعة من السياسات، جزء وجزء رئيسي وجزء كبير جوه الحوار الوطني، لكن الحوار الوطني هو اكثر شمولية لان مكونات الوطن اكثر كتير جدا من السياسة، او مش واقفة بس عند السياسة. خلينا نخش بينك وبين الدكتور عبد المنعم مسمي الحوار المصري. اوكي. هو لكن الوطني بمعنى يدور حول الشأن الوطني. بالظبط كده. بالمفهوم الواسع. بالظبط. بس الدكتور عبد المنعم خايف من معنى اصطلاحي للحوار الوطني اللي بيتم في الدول اللي حصلت فيها حرب اهلية بيحاولوا يتخطوها او يعني. وانا اميل الى هذه الاصطلاح الحقيقه، لكن هو وطني. هو قال من دقائق حوار وطني لانه هو اولا هو حوار من الوطن ويدور حول الشأن الوطني وحوار باراده وطنيه، غير النماذج مثلا اللي طرحها الدكتور عبد المنعم حوالين حوارات في دول اخرى في لحظات. وهنا هختلف ايضا مع دكتور استاذ فريد ان ما احناش في ازمه الحقيقه، ما احناش في ازمه حكم، علشان يبقى ده واضح. الاحزاب للاسف داخله الموضوع وهي بتحاول توهم المجتمع والفضاء العام بان هناك ازمه حكم ولذلك تم استدعائنا، بتكلم بشفافيه. ولذلك ايضا انا تحدثت حوالين ان اخشى ان يختطف الاحزاب هذا الحوار الوطني. لا، الحقيقه الحوار ده مش ملك الاحزاب، مع احترامنا للاحزاب ومع مطالبتي انا شخصيا برضو بنفس القدر بالظبط، ان احد مكونات نجاح او متطلبات نجاح الحوار الوطني هو تفعيل النشاط الحزبي في مصر خلال الفترة القادمة بافضل مما كان عليه. صحيح. الامر خلال السنوات الماضية. وبشوف ان الاثنين دول ما يتناقضوش مع بعض بالمناسبة، ان انا بقول اخشى ان الاحزاب تختطف الحوار، واحد مؤشرات نجاح الحوار ان احنا كلنا ندافع، عندنا بنيان حزبي قوي. بالظبط كده. وان دي حائط. نعم. تختطفوا من مين؟ سؤال. تختطفوا من ان في مكونات غير حزبيه. اول حاجه المستقلين، تاني حاجه الاكاديميين. النقابات؟ لا، المستقلين. انا راجل سياسي، انا مش في حزب.
والدكتور عبد المنعم مش في حزب بالمناسبه، واشبهنا كتير واستاذنا واشبهنا كتير اشبهنا كتير في الدوله. فالامر ما هواش ما بين نظام الحكم وحزب المصري الديمقراطي والوفد والمستقبل الوطن وكذا، لا خالص على الاطلاق. دول مكونات احنا عايزينهم يخشوا يعملوا تنافس سياسي على اداره المشهد السياسي عموما جوه البرلمان، جوه الحكومه، جوه البرلمان، جوه الحكومه، جوه الشيوخ، جوه كل الاطر السياسيه اللي احنا مؤمنين ان نشاط حزبي فعال وقوي يخدم الدوله ويخدم المشروع الوطني للدوله. دي اول تمام. دي اول نقطه. تمام. النقطه الثانيه الحقيقه ما نقف شويه عند مساله الازمه، وان هو هل يوجد ازمه او لا يوجد ازمه. زي ما قلت في الاول، لو مفيش ازمه حكم، ولو دخلنا الحوار بمنطق ان احنا بنعمل جردة حساب للنظام على ما جرى سابقا، وده جاء يعني استاذ فريد من افضل ما قالوا انه بيعبر عن وجهة نظر شريحة معتبرة من السياسيين المصريين، وهو بيتكلم على ان كان في ممكن سياسات ما توصلناش لكذا والكذا. لو احنا داخلين علشان نعمل جردة حساب لما سبق، يبقى احنا كده بنستهلك وقتنا وبنستهلك الجدل غير ايجابي من وجهة نظري ومن وجهة النظر البحثية المطلقة. لا انا منحاز لنظام ولا انا منحاز لاحزاب، لكن الدخول حوالين اكترار الماضي، لا الماضي. وهنا انا مؤمن بما قاله الرئيس، احنا كنا في فترة استثنائية، وهي ممكن نقعد، ممكن اقول لحضرتك محاضرة مدتها 3 ساعات حوالين احنا كنا ليه في فترة استثنائية من 2013 لغاية النهارده.